الشاشه مو شغاله. لا مو شغاله، ما ادري ليش. كيف احنا ندخل هواء والشاشه مو شغاله؟ اشتغلت. اوه صح اشتغلت. سلمت ابو حزام. اليوم نتقهوى ونضبط. نبي جمهورنا الغالي من امام الشاشات ومن مواقع التواصل الاجتماعي، انا علي بروية من بدون تحيز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله صباحكم. اصحابني في هالرحله كل من نقاد مميزين، سالم حزام، محمد منصور، وايضا ابداح الحيم. لكن في شيء جميل، في اضافه رابعه، كانكم شفتوا في اللونج معنا كرسي رابع، ومعنا نجم مميز راح ينضم لهذه الفقره المميزه. من يا ترى هذا النجم؟ اكتبوا لنا في الهاشتاج، خلونا نشوف توقعاتكم هل تكون صحيحه ولا لا. يا سلام. ابو حزام صباحك سعيد. صباح الخير يا ابو عبد الله، وصباح جميل على مشاهدينا الاعزاء، وصباح جميل متسابقينا، والفقرات اللي تترى تكون في مواعيدها من الاسبوع القادم اعتقد خلاص بينتظم البرنامج، وبتصبح يعني لفقرات كل واحد في الملفت ان كل مقدم فعلا في مكانها الصحيح. هذه الحقيقة أنا أجزم بها قبل أن يبتدوا. أمور كثيرة، غياب متسابقين، عدم مبالاة، عدم اهتمام. سبق وقلنا خيار إيقاف النسخة، أتمنى أن يعامل بجدية. من بداية ما تكلمت أنا البعض أخذها يفكرها تريقة ومزح، ولكن دائما الشعار هذا بيكون في بال المتابع وهو يشوف غياب وتسيب المتسابقين. إذا استمروا على هذا التسيب وهذا الغياب، أتمنى أن يعاد مناقشة هذا الخيار اللي طرحت لهم، والله يريد الصالح. يعطيك العافية أبو حزام. أبو منصور صباحك سعيد، حاولنا اليوم كثيرة أبو منصور. يا مرحبا. والله إحنا نحفر في صخر، يعني إحنا مثل اللي يبحث عن محتوى للشباب، ولكن عساهم يساعدوننا. أول شيء يصبح بالجميع، وصبح بالخير على الجميع. برنامج يعني برنامج سكريبت 2، برنامج الأغرب على برامج الواقع. طبعا بتسألني كيف هو صاحب أولوية وأول مرة تحدث في برامج الواقع، في نسخة وقفت واستكملت. هذا شيء ترى حساس لازم ناخذه بعين الاعتبار. ولكن شيء الغريب هو أن مقدمين هذه النسخة أكثر من متسابقين. هنا الغريب سبحان الله. يعني أتمنى أن احنا نوقف. ستوب خلاص، ستوب يكفي. ستوب ستوب ستوب، الموضوع زاد عن حده. يعني انا خايف بكره في فقره في مقدم يفتح الباب، مقدم يفتح باب بس يجي نجيبه من بيته وبعدين يفتح. الافكار خلصت، يعني شو بيسوون في مقدمين؟ احنا يعني هل في مساعد؟ يعني هو اثنين ليت؟ لا، واحد واحد. يعني احنا فقره فلاح وليد البحيح. وليد البحيح افضل خيار، افضل صراحة. خيار فعلا. واثنين معنا، يعني يعني حتى هذه الفقره هذه اصلا اثنين يكفون، وفعلا ما يكون واحد. هذا دائما كانت وجهه نظرنا في برنامج في فقره المضيافه، فقره الضيوف. اما الفقرات اللي بعدها يعني اوكي، ما ادري والله، انا ما ودي مجامله، يعني انا ما ودي ازعل ذا، ولكن يمكن عشانها اخر نسخه من هذا القالب من البرامج الواقعيه. يمكنها عشان اخر نسخه قلنا يلا يا شباب ارضوا الجميع، عشان بدينا ان شاء الله ما حد يزعجنا، لا عاد احد يجينا، لا حد عاد احد يجينا. خلصنا، كل واحد عطانا فرصه. من يثبت نفسه هو اللي بيبقى. ما تدري هذه مصالح الشباب، انا ما ودي احطمهم. مرحبا في قناتهم. في النهايه دام في امكانيه، دام الشباب في النسخه نفسها ما يساعدونا كمحتوى، في ناس ما يقومون الا 10 11، لا والله بنجيب نجومنا يا اخي، خليهم ياخذون فقرات. اما انك تقعد كذا ما تصحى الا الساعه 10 11، هذه حتى في بيتكم ما تصير. خل عاد في برنامج يبي له محتوى. اتمنى التوفيق للجميع. اليوم حنا نضرب ضربه معلم في الناقد الجديد، طبعا هو مو ضيف وراعي محل، انت لا تكشف، ما لي بحرقه، لا لكن هذه ضربه معلم صحيح. طيب سلام منصور، يعطيك العافيه. جمهورنا الغالي، ناخذ التقرير اليومي اللي اعتدتوا عليه حتى يستكملون الركب معنا، وبعد العوده ان شاء الله تشوفون معنا ابداح. ما جاء اليوم ابداح، والله غريبه يعني سما عشر ان شاء الله، عشان امس ابدع وتالق. يفكر انه يعني اذا غاب بيفقدونه كذا، يعني بدري اخاف انه زي المتسابقين اللي ما جو الا اخر يوم. ابو منصور قال اتاخر يمكن يزيد غرايب. اي اي بيتاخر ابداح، ما حد مهتم والله، ما حد يشد منه، ما حد قال وين ابداح. ترى احنا بس نقول كذا، احنا بس عشان اخوه. بس عشان طيب، اعطونا التقرير.